بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، مع مستمعينا الكرام تقابلنا مرة أخرى في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إيكيم أف أم، وفي برنامج الحوار إن شاء الله من خلال نصف ساعة تقريبا. مع برنامج الحوار سنكون معا لهذا المساء مع ضيف هذه الحلقة إن شاء الله، مع فضيلة الشيخ حيدر حسن سالم الواقدي اليمني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله في خير وعافية. الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى السامعين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لفضيلتكم لحضوركم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي، ولوقت حضرتك هنا شكرا جزيلا. والحمد لله لهذه السنة تعتبر بالنسبة لإذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي المرة الثانية لمقابلة حضرتك. نعم، كل عام ونحن نتشرف باستضافتكم لنا وإتاحة هذه الفرصة المباركة التي من خلالها يتم التواصل والتعارف والاستفادة للسامعين إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا. وطبعا ونحن في أول أسبوع من شهر رمضان، ممكن طبعا سنتحدث عن رمضان في هذه الحلقة طبعا إن شاء الله، ونريد من فضيلتكم معرفة كيفية استقبال رمضان. طبعا في أول أسبوع ما زلنا نستقبل رمضان، وما زلنا في الأعمال التي يجب علينا أن نقيمها في رمضان. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلله الحمد ولله الشكر على هذه النعمة، نعمة الإسلام نعمة الإيمان، والحمد لله الذي بلغنا والحاضر والسامعين جميعا شهر رمضان المبارك. هذا الشهر العظيم والذي يعتبر أحد أركان الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه أن يبلغه شهر رمضان، ويعتبر لقاؤه ويعتبر لقاؤه بشهر رمضان أمنية. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ليعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذا الشهر من أهمية في حياة المسلم، وما له من قيمة عظيمة، وما له من فضل كبير عند الله تبارك وتعالى. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذاكرا لله تبارك وتعالى في جميع أحيانه في رمضان وفي غيره من الشهور والأوقات، بل كان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: اللهم بلغنا رمضان، ليعلمنا ما لهذا الشهر من مكانه وما له من أهمية في حياة المسلم، حتى أننا نغتنم هذا الشهر المبارك ونغتنم أوقاته وساعاته بما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فأيام رمضان ليست كغيرها من الأيام، ولياليه ليست كغيرها من الليالي، وساعاته ليست كساعاته كساعة غيره من الليالي من الساعات. فهذا الشهر كله بركة وكله رحمة وكله مغفرة، وهو عتق من النار. ففي هذا الشهر المبارك تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه مرادة الشياطين والجان. في هذا الشهر المبارك تتضاعف الحسنات ويتضاعف الأجر والثواب، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد جاء في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم فريضة عظيمة، من خلالها يتطهر المسلم من الدرن والأدناس، ومن خلالها يتعلم الآداب والأخلاق، وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل فيما بيننا في هذا الشهر المبارك بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ومكارم الأخلاق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحدنا وشاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يغتنم هذا الشهر المبارك، وليعلم أنه فرصة عظيمة قد لا تعود في حياته مرة أخرى، قد لا يعود علينا هذا الشهر المبارك مرة أخرى، وقد ربما لا ندرك آخرة. فعلى المسلم أن يغتنم ساعاته، وأن يغتنم وقته، وأن يغتنم يومه وليلته،
قبل فوات الأوان، فما من ساعة تمر على العبد إلا وسيسأل عنها أمام الله يوم القيامة. فقد جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الشهر المبارك ينبغي لنا أن نعتني به وأن نهتم به أكثر اهتمام، فهو شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النيران، شهر يتجلى الله على عباده في كل ليلة فيه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وينادي ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له. فينبغي لنا أن نغتنم هذا الشهر المبارك، وأن نكثر فيه من الأعمال الصالحات، وأن نجد ونجتهد فيه، وخاصة أنه شهر القرآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع جبريل في كل رمضان. فعلينا أن نملئ أوقاتنا بتلاوة القرآن، وأن نستكثر من تلاوة القرآن، وأن نستكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، من الاستغفار ومن الباقيات الصالحات: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فيه نكثر من الاستغفار، نكثر من قول أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نطلب من الله المغفرة والرحمة. فيه ليلة خير من ألف شهر. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: يا رسول الله، إذا أنا أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فعلينا أن نكثر من الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وأن نحافظ على صلاة المغرب في جماعة، وأن نحافظ على صلاة العشاء في جماعة، وأن نحافظ على صلاة التراويح 20 ركعة، وأن نحافظ على صلاة الوتر 11 ركعة، وأن نكثر من تلاوة القرآن، وخاصة في هذه الليالي المباركة. فعلى كل أب وأم أن يجمع أولاده في منزله، وأن يجعلوا حلقة لكتاب الله وحلقة لذكر الله تبارك وتعالى، يجتمعون على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله تبارك وتعالى، وأن نحافظ على صلاة الفجر في جماعة، فإنه قد ثبت أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. علينا أن نحافظ على صلاة الظهر في جماعة في أول وقتها، وكذلك العصر. نحافظ على الرواتب وعلى السنن التابعة للفرائض، نحافظ على صلاة الضحى ولو ركعتين، فإن فيها خير كبير. فقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا لنا فضلها: يصبح على كل سلامة بني آدم صدقة، في كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتعين أخرق على أمره صدقة، ويجو عن ذلك كله ركعتين من سبحة الضحى. نكثر من الاستغفار، نكثر من تلاوة القرآن، نكثر من الصدقات، فإن شهر رمضان شهر يزاد فيه من رزق المؤمن، من فطر فيه صائما فله مثل أجره، غير أن لا ينقص من أجر الصائم شيئا. على الصائم أن يتحلى بحسن الأخلاق وبمكارم الأخلاق وبحسن الخلق، وأن يكون لين الجانب، وأن يكون بشوشا، يعني مرحبا بمن يلقاه، مبتسما لمن يراه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن تلقى أخاك وجه طلق، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بابتسامة طيبة، بكلمة طيبة، تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. فقد جاء في الحديث: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. فهكذا يكون خلق الصائم، لا يكون فظا غليظا، ولا يكون مزعجا، ولا يكون غضوبا، ولا يغضب في خاصة في شهر رمضان. فإن هذا الشهر هو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة. فلنتحلى بحسن الأخلاق وبمكارم الأخلاق، ولنكون ذو رحمة ورأفة، نتراحم فيما بيننا، فإن هذا الشهر هو شهر الرحمة. ومن أحب أن يرحمه الله فليرحم غيره. فقد جاء في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فينبغي أن نتعامل فيما بيننا بالرحمة، حتى ننال
رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الجزاء من جنس العمل. وعلينا أن نحافظ على الأوقات كما ذكرنا سابقا ليلا ونهارا، ولا نضيع أوقاتنا فيما لا يعود نفعه علينا. فإننا ندعو جميع الآباء وندعو جميع الأمهات أن يحافظوا على الأوقات وأن يكونوا قدوة حسنة صالحة لأولادهم في منازلهم، يربون أولادهم التربية الحسنة الفاضلة، ويكون الأب والأم هما الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لأولادهم في المنزل. فبصلاح الآباء والأمهات يكون صلاح الأولاد، وبفساد الأب والأم يكون فساد الأولاد. فإن الولد ينظر إلى أبويه، إن أحسن أحسن وإن أساء أساء، فهما له القدوة وهما له الأسوة الحسنة. فندعو جميع الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة حسنة صالحة لأولادهم، يعني وأن يكونوا نموذجا طيبا لأبنائهم في فعل الخير ودعوتهم إلى الخير. فعلى الأب حينما يعود من صلاة العشاء وصلاة التراويح في الجامع ويجلس في منزله أن يكون أول ما يفعله وما يبادر إليه هو أخذ كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يدعو زوجته تجلس بجانبه وهي كذلك بيدها مصحف، يأتي الأولاد ويتدارسون القرآن فيما بينهم، ثم بعد ذلك إذا ما انتهوا من تلاوة القرآن يعودون إلى الذكر وإلى التسبيح وإلى الاستغفار. هذا الذي ندعوه عليهم، أن يحيوا هذه الليالي والأوقات بما يرضي الله تبارك وتعالى وبما يقربهم إليه. ما يكون الأب هو أول إذا دخل المنزل، ما يكون أول من يفتح التلفاز وأول من يفتح الإنترنت وأول من يشتغل بالواتساب وأول من يشتغل بغيرها من الآلات والاتصالات والمواقع الاتصالات. فهذا شيء يعني إذا كان الأب هو الذي أول من يفتح التلفاز فيكون الإبن من باب أولى. لا يستطيع الأب أن يوجه وأن يقول لابنه أو لابنته اقرأوا القرآن وهو يتفرج على التلفاز. حتى وإن قال ذلك وإن أمرهم فإنهم لن يستجيبوا له. لكن لو بدأ بالأمر بالفعل، أخذ المصحف وبدأ بالقراءة، فلا شك أن الأبناء سيستجيبون لما يدعوهم إليه أبوهم ولما تدعوه إليه أمهم. أما إذا كان هو أول من يفتح التلفاز وأول من يتفرج، فلا بد أن يكون الأبناء يعني مقتدين بأبيهم ويتبعونه فيما قام به. وقد جاء في المثل العربي: إذا كان رب البيت للطبل ضارب فعادة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان الأب هو من يدف على الدف ومن يضرب على الدف، فلا بد أن يكون الأبناء والأولاد كلهم يعني يقومون بالرقص. أما إذا حسم الأمر فعليه فيكون تبعا له. لقد صفدت الشياطين الجن في شهر رمضان كما جاء في الحديث عن الرسول المختار صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن أصبح بأيدينا الآن شياطين كثيرة. الفيسبوك شيطان، الفيبر شيطان، الإنترنت شيطان، الواتساب شيطان كبير. يعني الشخص الواحد لا يكتفي برقم واحد، بل ربما يكون لديه عدة أرقام يتعامل معها بهذه المحادثات الطويلة التي يعني ليس لانتهائها أمد وليس من ورائها فائدة تعود على الإنسان في دينه أو دنياه، وإنما هو مجرد كلام ومجرد حكايات ومجرد يعني مداعبات ومجرد يعني محادثات لا خير للشخص فيها، وإنما يجني من ورائها الندم يوم لا ينفع الندم، ومن خلالها يجني ضياع الوقت وضياع الفرصة التي بين يديه. فندعو كل شخص وكل مستمع إلى أن ينتبه إلى هذه الأشياء التي ذكرناها، وأن يتعامل معها بحكمة وأن يتعامل معها بعقل، وأن لا يستخدمها إلا في أوقات محدودة فيما يعود نفعه عليه، وأن يجعلها وسيلة لصلاح حاله، وسيلة لصلاح أمره، وسيلة من خلال يستعين بها على ذكر الله وعلى طاعة الله وإلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويجعلها وسيلة تنفعه في الدنيا والآخرة، ولا تكون وسيلة تضيع له الوقت. فإن من ابتلي بهذا الأمر فإن معظم وقته يضل يعني يصير سدى ويضيع من غير فائدة. فالواحد تجد أن الشخص منا إذا أخذ المسبحة وقال استغفر الله استغفر الله 100 مرة لا ينتهي بهذا العد، بل يصل إلى نهاية العد وقد سقطت المسبحة من يده لأن النوم قد حضر ولا يستطيع أن يواصل. لو أراد أن يقرأ جزءا من القرآن لجاءه النوم والكسل والملل. لو أراد أن يذكر الله كذلك، لأن الشيطان قال الله عنه إن الشيطان كان للإنسان خذولا.
هذا سبب كله خذلان من الشيطان. إذا أردت أن تقرب إلى الله بعمل صالح يأتي الشيطان بجنده وعتاده وخيله ورجله إليك لكي يغويك ولكي يفترك ولكي يخذلك عما أنت فيه، فيأتي لك بالنوم والكسل والملل، فلا تستطيع أن تكمل 100 مرة من قولك أستغفر الله لذلك السبب. أما لو استخدمت الوستاب فتجد أنك تمر الساعة والساعتين والثلاث، وكلما جاءت رسالة كلما كنت أنشط، كلما كنت ومع الخشوع مع الحضور، مع بحيث أنك لا تشعر من بجانبك ويتحدثون معك وأنت منسجم مع هذا مع هذه المحادثة، بحيث أنك لا تعرف من حضر ولا من غاب ولا من انصرف ولا من وقف لحضورك ولخشوعك لما أنت فيه. فهذا يعتبر شيطان كبير من خلاله تضيع علينا الأوقات. فإننا ندعو السامعين والمستمعين الكرام إلى الانتباه إلى هذا الأمر، فعلينا أن نستخدمه استخدام صحيح، استخدام بناء، استخدام نافع، استخدام مفيد، ولا نستخدمه لضياع الأوقات. فإننا سنسأل عن كل ساعة تمر علينا في هذه الحياة، وما من ساعة، ولا يحزن أهل الجنة على ساعة في الدنيا مرت عليهم إلا على تلك الساعة التي مرت عليهم لم يذكرون الله فيها. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين، وأن يجعلنا ألسنتنا رطبة بذكره، وأن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا من أهل ليلة القدر، وأن يرزقنا أجرها وخيرها وثوابها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا القادمة في هذا الشهر المبارك أغنم وأنفع مما سبق من الشهر المبارك. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، إنه على ما يشاء قدير. أمين أمين يا رب العالمين. الحمد لله. طبعا منذ قليل ذكرت أن الشياطين طبعا تصفد وتسلسل في شهر رمضان، ولكن كيف يكون الكسل وعدم الذكر، وكيف التحكم في النفس أصلا أنها تكون مثل الشيطان في شهر رمضان؟ وهذا طبعا يعتبر شيء غريب، لأن لا يوجد شياطين في شهر رمضان طبعا، فكيف يكون الشيطان في النفس وكيف التحكم فيه، كيف نخرجه من أنفسنا؟ في الحقيقة ليست كل الشياطين تصفد، إنما هي تصفد المردة من الشياطين العتاة الذين يلحقون بالناس الأضرار. أما هؤلاء الذين من النوع من الشياطين الذين موكلين أو مهمتهم الغواية والخذلان، فهذا أمر لا ليس فيه علاقة بالقيد ولا بالتقييد. وأيضا للإنسان الهوى والنفس لهم دور كبير في الغواية، إن النفس لأمارة بالسوء والهوى والدنيا، كلها هذه يعني من الأشياء التي تعتبر من أعداء الإنسان. ما شاء الله. معناه أن ليس كل شيطان يقيد، إنما هم المردة الشياطين العتة الذين يلحقون بالناس الأضرار. هذه الإجابة. لذلك يوجد أيضا بعد ليس الإنس فقط الذي يعمل بأعمال الشياطين في شهر رمضان، مع أن يقال أنها صفدت يعني. ليس كلها. الحمد لله. طيب، والآن قد جاءت هذه الشياطين تعتبر التي تضيع الوقت. هي غواية خذلان. هذا الوتساب شيطان كبير في حياتنا أصبح. ما شاء الله، نعوذ بالله. طيب، مع فضيلة الشيخ حيدر حسن سالم الوقيدي اليمني، ما زلنا مع فضيلة الشيخ، ويوجد بعض الاستفسارات ممكن نريد أن نستفسرها من فضيلتكم عن الصيام وعن من يصوم ولم يصلي، هل يبطل صومه؟ الصوم الصلاة هي تعتبر عمود الإسلام، وهي من أعظم أركان الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، وكما جاء في الحديث أنها الفارق بين المسلم والكافر. فيجب على كل مسلم أن يتقي الله في حياته، وأن يتقي الله في عمره، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها. فإن أول ما يسأل عنه المرء حينما يوضع في قبره الصلاة. فإن صلحت صلحت وصلح سائر عمله، وإن فسدت فسدت وفسد سائر عمله. فالصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة. ولا يجوز التكاسل عنها، ولا يحق لمسلم أن يتركها. فتأخيرها عن وقتها يعني حرام، فكيف بمن يكون تاركا لها؟ فنسأل الله الهداية لكل مسلم، وأن يعيننا على المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها. وبالنسبة للصوم
فهو عبادة مستقلة ليس له علاقة بالصلاة، طالما وهذا الشخص مقر بوجوب الصلاة ويعتقد أنها واجبة في الدين ولا ينكر وجوبها، فلا يضر يعني الصوم يعني تركه للصلاة، فالصلاة عبادة مستقلة والصوم عبادة مستقلة، يؤجر على ما قام به منهما ويأثم على ما تركه منهما. الحمد لله. طيب فضيلة الشيخ، ممكن طبعا وأنت دائما مسافر هنا وهناك، ويوجد طبعا الكثير الحمد لله من العلماء الذين يحبون زيارة الأماكن الأخرى، البلاد الأخرى للدعوة وما إلى ذلك، وأيضا كنحن العامة نريد أن نعرف حكم المسافر إذا كان دائما على دوام سفر من بلد إلى أخرى لدعوة أو لعمل أو ما إلى ذلك، كيف يكون حكم المسافر؟ يكون مسافر من حيث؟ من حيث أنه هل أن المسافر له رخصة أنه أنه يفطر، فهل يعني إذا كان على دوام للسفر من بلد إلى أخرى ولم يثبت في بلد معين، هل يجوز له الإفطار في شهر رمضان؟ نعم، هذه بالنسبة لجمع الصلاة ولقصرها وبالنسبة للإفطار في شهر رمضان، فهذه رخص يعني الله سبحانه وتعالى أكرم بها عباده، وجاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فللمسافر رخص الله تبارك وتعالى أن يجمع بين الصلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، وجوز ورخص له القصر أيضا كذلك بشروط عدة، منها أن يكون سفره طويلا كما هو يعني أكثر من 85 كيلو، وأن يكون سفره في طاعة غير معصية، وأن يكون قاصدا في سفره موضعا معلوما ابتداء من سفره لا يكون هائما، ومن شروطه أن يعني ألا ينوي الإقامة في البلدة التي يصل إليها أكثر من 4 أيام. فإذا كان عازما على وصول بالانتقال إلى بلدة وكان عازما على أن يمكث فيها يعني 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، فبمجرد وصوله تلك البلدة يصير في حكم المقيم، لا يجوز له الجمع ولا يجوز له القصر ولا يجوز له الإفطار. وإنما إذا كان يريد أن حينما ينتقل إلى هذه البلدة يجلس فيها يوم أو يومين أو 3 أيام ثم ينتقل، فهذا هو المسافر الذي يجوز له أن يجمع بين الصلاتين وأن يقصرهما، وهو المسافر أيضا الذي يجوز له أن يفطر في شهر رمضان. أيضا الإفطار في شهر رمضان يعني يشترط فيه أن يكون السفر طويل وأن لا يكون معصية، وأن يكون المسافر قد بدأ السفر من قبل طلوع الفجر، ما يكون مثلا مقيم ثم ينشأ سفر بعد صلاة الفجر يقول أنا مسافر، هذا لا يجوز له أن يترخص في ذلك اليوم، وإنما يعني لابد إذا أراد أن يترخص في ذلك اليوم أن ينشأ سفره قبل طلوع الفجر، يخرج من البلدة التي هو مقيم فيها يباشر السفر قبل طلوع الفجر ثم فله أن يفطر. أما إذا كان مقيما وصلى الفجر ثم بدا له أن يسافر بعد طلوع الفجر فهذا لا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم، وإذا كان سفره مستمرا فله أن يفطر في اليوم التالي. وبلله الحمد يعني الإنسان إذا لم يجد في سفره مشقة فالأفضل له الصوم، وإذا وجد في سفره المشقة فالأفضل في حقه الإفطار. وإن تصوموا خير لكم. نعم هذا من لم يجد، ومن وجد مشقة فعليه فالأفضل في حقه الإفطار، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من بر أم صيام في سفر، وهو لمن شق عليه السفر. أما من كان سفره مريحا ولا يجد فيه العناء ولا الشقاء فالأفضل في حقه أن يصوم، عملا بقوله تعالى وإن تصوموا خير لكم. ما شاء الله الحمد لله. طيب ممكن نريد أن نعرف أولا برنامج فضيلتكم في اليوم في رمضان أولا، ممكن بفضل. الحمد لله لقد من الله علينا بالوصول إلى هذه البلدة المباركة الطيب أهلها، وبحمد الله قد أعد لنا برنامج من قبل فضيلة الشيخ محمد فضلي المليزي جزاه الله خير، الذي كان سببا في حضورنا إلى هذه البلدة، وكان حضورنا باستضافته فجزاه الله عنا خير الجزاء. لأننا نقوم في البرنامج الأساسي بإلقاء درس في الفقه الشافعي في المدرسة اليمني كوالالمبور كامبوبارو، في يعني نقيم درسا بعد صلاة الظهر إلى ما يقارب صلاة العصر، يعني ثم نقيم درسا آخر من بعد صلاة التراويح إلى الساعة يعني 1:30 أو 2:00 بعد منتصف الليل.
نقوم من خلال هذه الوقتين نشرح كتاب متن الزبد لابن الرسلان في الفقه الشافعية. هذا الكتاب بحمد الله نستوعبه خلال هذه الدورة التي ستنتهي إن شاء الله في تاريخ 21 رمضان. نحن نبدأ من بداية رمضان إلى تاريخ 21 رمضان، نقوم بشرح هذا الكتاب كاملا من أوله إلى آخره، وهذا يعتبر من أنفع الكتب في مذهب الإمام الشافعي في فن الفقه، حيث أن هذا الكتاب يعني قد اشتمل على علم التوحيد واشتمل على علم الفقه واشتمل على علم التصوف. فمقدمته تتحدث عن التوحيد، وما بين المقدمة والخاتمة يتحدث عن أحكام الفقه كاملة معاملة وعبادة، وخاتمته تتحدث عن علم التصوف. والذي قد جمعت هذه العلوم الثلاثة في حديث جبريل حينما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يسأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تؤمن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الحديث العظيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم جبريل يعلمكم دينكم، فهذا الحديث اشتمل على هذه العلوم الثلاثة، علم التوحيد الذي هو يتحدث عن الإيمان، وعلم الفقه الذي تحدث عنه حديث الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج، وعلم التصوف الذي تحدث عنه قوله بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الحديث يعني يشير إلى هذه العلوم الثلاثة، علم التوحيد وعلم الفقه وعلم التصوف. وهناك يعني أيضا برنامج يعني دروس أخرى تقام في بعض المساجد، يعني نقوم فيهم بالتذكير وبإجابة على بعض الأسئلة التي تقدم من بعض الحاضرين في المصلى أو في غيره من المساجد. هذا هو برنامجنا خلال هذه الفترة. وعادة في شهر رمضان دائما تحضر إلى ماليزيا؟ نعم، يعني الآن هذه المرة تعتبر 11 الحمد لله من عام 2004 من عام 2004 ونحن كل سنة نأتي إلى يعني دولة ماليزيا ابتداء من 10 شعبان إلى نهاية 20 رمضان. ما شاء الله، وكل سنة يوجد كتاب للدراسة. نعم، كل أصلا الطلاب يعني هو الكتاب نفسه، لسبب أن الطلاب يعني كل سنة طالب جديد يتغيرون فيحتاجون إلى هذه الدورة. طلاب من تايلاند من كمبوديا من فيتنام من سريلانكا ومن اندونيسيا ومن ماليزيا خاص بهذا المعهد يعني خاص بهذا المعهد فقط. يعني عامهم يتوافدون لهذه الدورة وهم مدرسون في بلدانهم لا يحتاجون إلى ترجمة، يفهمون اللغة العربية. ما شاء الله، فنحن نعطي الدرس باللغة العربية وهم يفهمون مباشرة. لما؟ لأن عندهم الخلفية كاملة ويعتبرون مدرسين في بلدانهم وهم يأتون لكي يأخذون هذه الدورة في كتب في الفقه الشافعي. ونحن من خلال هذا الكتاب بما أنه قد استوعب جميع مواضيع الفقه نحن نعطيهم يعني الحرية في السؤال، يطرح الطالب أو السائل سؤاله في أي مجال وفي أي كتاب وفي أي إشكال، فهو عبارة عن نموذج، لأن الفترة ووقت الدورة وقت قليل لا يستوعب كتاب أكبر. فهذا الكتاب يعني يأخذ العناوين، وأي إشكال عندك في أي في هذا الموضوع في أي كتاب آخر ولو كان حتى من الكتب المطولة اطرحوا، نحن بحمد الله نحل ذلك الإشكال إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب بالنسبة طبعا لنحن كعامة الناس يعني في شهر رمضان أكيد مشغولين بالأعمال وما إلى ذلك، فكيف نرتب برنامجنا اليومي ليكون شهر رمضان يعني أكثر عبادة من طبعا ليس من أكثر عبادة من الشهور الأخرى، ولكن نستمر في العبادة أكثر في شهر رمضان ونغتنم الوقت. نعم نعم نعم، من كان مشغول بعمل يؤديه فيعتبر إخلاصه في عمله وحسن أدائه في عمله يعتبر من العبادة. نعم. رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه ومن بات كالا من سعي يده بات مغفورا له. الإنسان الذي يعمل بجد وأمانة وإخلاص في عمله متفاني بصدق فهو يعني يقصد من خلال ذلك العمل أن يسد حاجته وأن يكف نفسه عن مسألة عن الناس. فلا شك أن هذا يعني فيه خير لنفسه وخير للغير، لأن يعتبر العمل الذي يقوم به ربما كان أيضا من الأعمال المتعدية نفعها، فيكون الأجر على قدر العمل. فالدال على الخير كفاعله، ونحن في مثل هذا البرنامج
يعني حينما نقوم بنصيحة إن شاء الله تكون هذه النصيحة تعم كل من يسمع وكل من يسمع يسترشد وكل من يسترشد يعمل بما سمع من الخير، فتكون هذه دعوة عظيمة لا شك أن لها أجر كبير وثواب عظيم والدال على الخير كفاعله. وعلينا أيضا إضافة إلى ما نقوم به من العمل أن نحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها في أول الوقت جماعة، وأن نشتغل بالعمل الذي بين أيدينا وأن نقوم به على أحسن وجه، فذلك أيضا من الطاعة لله تبارك وتعالى. وإذا وجد لنا مجال يعني إلى أن نذكر الله أو نقرأ شيء من كتاب الله في أثناء، وكان هناك مجال وليس هناك عمل آخر يلزم أن نقوم به أثناء الدوام، فعلينا أن نغتنم الوقت ولا نضيع الوقت. الحمد لله. طيب ممكن في آخر اللقاء، بقي لدينا لقاء معدودة، ممكن كلمة أخيرة من حضرتك لتشجيع الناس أو الحث على عمارة شهر رمضان بالعبادة أكثر؟ نعم، نحن ندعو السامعين وندعو أنفسنا إلى أن نغتنم هذا الوقت، وأن نعلم أن ما من لحظة تمر إلا وهي تقربنا إلى الآخرة وتبعدنا عن الدنيا، وأن نعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة، والدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل، فعلينا أن نغتنم كل وقت وكل نفس في طاعة الله تبارك وتعالى. يعني والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فعلينا أن نغتنم أوقاتنا في طاعة الله وفي مرضاة الله وفيما يعود نفعه علينا إلى الله تبارك وتعالى في كل ما يقربنا إلى الله، وأن نبتعد، وعلينا أن نحسن الجلساء وأن ننتقي من نجالس حتى يكون لنا عونا في طاعة الله ومرضاة الله، وأن نبتعد عن الجلساء الذين لا خير فيهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسكي ونافخ الكير. فعلينا أن نحسن الاختيار وأن نحسن الانتقاء في الأصدقاء وفي الأصحاب الذين نتواصل معهم والذين نتعامل معهم لكي يكونوا لنا عونا، إذا نسينا ذكرونا، وإذا غفلنا أيقظونا، وإذا أخطأنا أصلحوا أخطأنا. إن شاء الله. أمين. نشكر فضيلتكم فضيلة الشيخ حيدر الحسن سالم الواقدي اليمني، شكرا جزيلا لفضيلتكم، ورمضان كريم، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن نشكركم مرة ثانية على استضافتكم وعلى إتاحة هذه الفرصة المباركة، فنسأل الله أن تتجدد هذه الفرصة وأن يتجدد هذا اللقاء بكم وبالسامعين على خير وعافية، وأن لا يجعله آخر العهد بنا منكم ولا آخر العهد بكم منا، وأن يعيد علينا وعليكم رمضان بالخيرات والمسرات، وأن يجعله راحلا بذنوبنا ومكفرا لسيئاتنا وعتقا لرقابنا من النار. صلى الله وسلم على سيدنا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار، والحمد لله رب العالمين.